اليوم الأمن زاد كذلك مطالب هو نفسه بأن لا يطبق إلا القانون، لأنه في حاجة الأمن إلى تهيين، في حاجة احنا رانا مواطنين ما نرجوش وجود الأمن، احنا بالعكس مع وجود الأمن ومع وجود الجيش ومع وجود كل الأطراف هذه أن تكون موجودة، لكن الأمن الذي يطبق القانون ولا يطبق التعليمات. وأنه لمؤسف جدا أنه اليوم من رعوا حتى الحالة النفسية للناس اللي موجودة، من رعوش غضب التوانسة وما نفهموش غضب التوانسة اليوم، لأنه يعني فما غضب، فما حالة احتقان التوانسة، ما تعبرش عليها بالعنف لكن تعبر عليها بالشعارات، تعبر عليها بالكلام، تعبر عليها بالاعتصامات، تعبر عليها بالتحركات. هذا الواحد لابد لكل سياسي ولابد أنك إنسان في الحكومة أن ينتبه لمثل هذه الأمور. واضح سي مسعود الأكيد، وأنه باش نرجع لكم الناس كلها عطيونا تعليق على هذه الصور، ولكن ديما نقولوا صورة معبرة أكثر. نمشي إذا مع هذه الصور، ولكن هات نسمع زادة الصوت اللي جينا من شارع الحبيب بورقيبة في مواكبة لعملية نقل عثمان الشهيد شكري بلعيد. مراسل فرانس 24 عبد الرزاق طبيب. عبد الرزاق، نرى تطورات جديدة ربما في الصور الحية. نعم، الآن بدأ إطلاق الغاز المسيل الدموعي باتجاه المحتجين من أمام مقر وزارة الداخلية، وكذلك حتى كل يهرب في الرفا الشوارع المدخنة لشارع الحبيب بورقيبة، لأن غاز كثيف يعني من القناة المسيلة الدموعي. مع هذه الصور اللي ماذا بينا تقعد معنا رجال الأمن للغاز المسيل للدموع في عملية نقل جثمان الشهيد شكري بلعيد. عدد كبير من المواطنين حاضرين، وهذا يجينا مباشرة من شارع الحبيب بورقيبة ساحة 14 جانفي.